خطر هو لو كان تخطيه الدراجة النارية هذيك هي رجليه كما نقولوا ويخطيه هذاك الأريكة المتحركة ما يقدرش يمشي على رجليه. يعطيك الصحة، هذيك هي رجليه. حتى بالبيكيات ما ينجمش. ما يقدرش. صح. بابا يمشي على يديه. ما يقدرش خلاص يتحرك، لازم له الموطو. وملي فزت له الموطو ولات ماما هي اللي طبا بيه. كي شغل الموطو هي رجليه يخرج للقهوة يدير كلش. دركا ماما ولات هي اللي طبا بيه في الكروسة. تاني هي بزاف هذه غلبت. ماما في عمرها دركا 60 سنة. 60 الله يبارك. وماما أنا كنت نقرا هكا نقول لك 99% قرايتي حبستها مسكينة على جهلتو. أنتي؟ لازم نطبعو ما كانش شكون، واحد ما يطبعو. لما نطبعوش أنا نطبعو ماما أخويا كان صغير شوي. لازم. ما يقعدش هكاك، وأنا غيظني نقول خا كون جا عندي رجل كون عنده رجليه كنا ويمشي كنا ما مش محتاج لينا، يغيظني. أغلب الأحيان كنت نقول لهم في المدرسة في السيام يقولوا لي علاه كي ما تجيش، أنا نقول لهم أنا مع بابا ومنه ما يعرفوا الحالة تاع بابا، مساكن يقولوا لي خلاص ما كان والو نورمال، المهم باباك حتى كرهتها صاي، وليت نشوف في بابا فراد. باش عايشين باش تسترزقوا؟ والله غير حباب ربي هكا كينو بربي هكا. الناس مش نقول لك بابا يمد يدو ما يمدش يدو، مستحيل. قتلو بابا عنده واحد الشخصيه، واحد ما يطيح، واحد ما يقدر لا شتا ومحتاج، مستحيل يمد يدو. عنده كرامته، عنده النيف، مستحيل. يقول لي اللي بغى يعاوني وجه ربي يعاوني، ما يعاونيش تاني نورمال الحمد لله. شتي تلقاه مريض طايح فراش ما مباليش شي، الحمد لله. يقول لي الحمد لله، غير كلمه الحمد لله في فمه. مستحيل بابا يمد يدو لواحد ولا يبكي لواحد ولا يقول لواحد والو والو. ديما خشمو في السماء، نفتخر بيه ونموت عليه ونقول له بابا نموت عليك وان شاء الله ربي يرزقني ونرزقك. افتخري وزيدي، سمعتيني؟ افتخري وزيدي، هذا ابوكي، هذا ابوكي واخويا الكبير. انا تحدثت معاه منذ لحظه كتني بالضحك. اي أيوة والله العظيم خفيف الروح سبحان الله العظيم. بابا كعبه واحده ما كانش كيفه. اي الحمد لله يا رب العالمين، ربي يطول له في عمره.